السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موقف حصل يمكن من أكتر من 10 سنين يعني، ولم أرويه لأحد خالص، لا على الخاص ولا على السوشيال ميديا، لكن لعل في فائدة أو في نية من روايته، ألا وهي تصليح صورة فئة من الناس وزي ما نشوف مع بعض. الموضوع إيه اللي حصل؟ في يوم من الايام قالوا لنا في حاجه اسمها بالتوك، ودي حاجه جديده. طبعا بالتوك ده عامل زي اليهو ماسنجر، انقرض يعني من ايام الديناصورات. فقلنا ندخل نشوفه، ولقينا متقسم لغرف زي البرنامج اللي طالع جديد ده اللي اسمه كلاب. كل غرفه بيبقى فيها ناس بتتكلم صوت، وصراحه البرنامجين ما عجبونيش يعني، 10 ساعات بتلاقيهم بيروا في مواضيع وكده. المهم ايه، قلت ادخل كده غرفه من الغرف، فكانت غرفة خاصة بالحوار بين السنة والشيعة، وتقريبا الغرفة اللي أنا دخلتها كان كلها شيعة. فأول ما دخلت لقيت المشرف على القاعة بكل ذوق يعني وكل احترام، قال لي عرفنا نفسك. فأنا قلت له أنا من أهل السنة ومحب الآل البيت واسمي عمر. فالقاعة كلها يعني إيه تكذيب، إزاي لا يمكن ولا يتخيل ولا المنطق ولا العقل يقول ان في واحد من اهل السنه ممكن يكون بيحب اهل البيت. فاخوانا طب تعالوا نتناقش واحده واحده ونشوف هل فعلا في مشكله ولا لا. طبعا نقط كتير جدا، بس خلينا نمسك نقطه واحده، الا وهو الاسم، لان في ناس كتيره طبعا استنكرت ان يبقى في واحد اسمه عمر وبيحب اهل البيت. اولا هنلاقي ان اهل البيت سموا ابو بكر وعمر وعثمان، سيدنا علي وسيدنا الحسن وسيدنا الحسين عليهم السلام، سموا أبو بكر وعمر وعثمان. وده الاسم ده منتشر، ولو مسكت لأي كتاب بيتكلم عن آل البيت هتلاقي الأسامي دي موجودة. تمام، وكلمة عليه السلام دي كلمة صحيحة وموجودة في كتب أهل السنة وموجودة في صحيح البخاري، وحتى الإمام تيمية ذكرها في أكتر من موقع ومفيش أي مشاكل فيها. طيب يبقى احنا شفنا ان آل البيت بيسمي بأبو بكر وعمر وعثمان، وده يعني ابنك هتسميه بأحب الأسماء إليك، يعني لا يمكن تسمي ابنك شرون، ولا ممكن تسمي ابنك حد بتكرهه، أكيد هتسميه باسم حد يحبه. يعني لو واحد مسمي ابنه صدام يبقى ده بيحب صدام، بدون واحد سمي اسمه بشار يبقى أكيد هو بيحب بشار، واحد سمي ابنه السيسي يبقى أكيد بيحب السيسي، وهكذا. تمام، لان انت اكيد مش هتسمي ابنك حد بتكرهه. تمام، طيب وهنلاقي ان الناس اللي بتقول لك ايه، لا ده احنا اهل السنه دول اللي هم كانوا بيحاربوا مع معاويه ويزيد وكانوا ضد علي بن ابي طالب، والكلام ده كلام غير صحيح. وهتلاقي ان اهل السنه والجماعه او الناس اللي هي واخده الاتجاه السني كلهم بيحبوا وبيسموا الحسن والحسين والعلي عليه السلام والسيدة فاطمة، تلاقي اسم فاطمة ده منتشر كتير جدا، واسم الحسين واسم الحسن واسم علي بن أبي طالب، ويعني ومش هتلاقي حد مسمي تقريبا، مش هتلاقي اسم معاوية أو يزيد ده موجود خالص يعني. تقريبا مثلا نادرا لما تلاقي حد مسمي اسمه معاوية، لا نذكر إلا عبد الله ابن جعفر ابن أبي طالب، وده من أهل البيت، ده سمى ابنه معاوية، ومعاوية أهدى له هدية يعني فرحا بإن هو سمى ابنه معاوية. تمام، هنلاقي إن علي بن أبي طالب زوج بنته لعمر بن الخطاب. تمام، ومحدش يقول طوقية أبو الشجاع، مفيش حد يسمى ابنه طوقية. ومش علي بن أبي طالب الفارس الشجاع، فارس الفرسان اللي اقتحم خيبر وكل القصص دي كلها، يخاف من اي حد. تمام، ويزوج بنته، ايه يعني ما ينفعش. فانت تيجي تبص في الاسماء هتلاقي ان حتى ان بعض اهل البيت سمى بنته عائشة. عندنا مسجد مشهور جدا في مصر، مسجد السيدة عائشة جنب مسجد السيدة نفيسة. تمام، فالسيدة عائشة دي من اهل البيت، مش السيدة عائشة زوجة الرسول صلى الله عليه وسلم. فأهل البيت بيسموا عائشة، ومش مرة ولا يعني أكتر من مرة. تمام، فلازم نخلي بالنا من القصة ديت،
ما اتمنى ان حدش من الشيعة يصدق ان احنا نكره الامام علي بن ابي طالب او نكره الحسن والحسين، بالعكس احنا نتعبد الله بحبهم وبنحب القصايد بتاعت الكميت، طربت ومشرب ان البيض اطربه، ولا لعب مني ولا الشاب يلعبه، ولا يلهني رسم بيت ولا خط منزل، ولا يلهني بنان مخضب، ولكن الى اهل المكارم والنهى وخير بني حواء كلهم. ده مدح في اهل البيت، فده يعني حبنا اهل البيت يفوق اي حد، وندخل في منافسه مع اي حد في حب اهل البيت، نتقرب الى الله بحب اهل البيت. ولو موجود يعني اي واحد فينا لو موجود في معركه، يعني اكيد هيكون في صف الامام علي بن ابي طالب ينصره، وما دام الحق مع علي بن ابي طالب نستشهد معاه ومع الامام الحسين. ما يعني الفكره او الكتب اللي بتتقال ان احنا نواصب او بنقرا اهل البيت، لا ابدا ابدا، ما فيش حد يعني دي مش نقطة خلاف خالص. وبالمناسبة الإمام الحسن كان متزوج بنت الإمام طلحة، ولما استشهد قال الإمام حسين دي ما تخرجش من بيتنا، دي أول ما تنقضي عدتها تزوجها أنت، تقديرا لأنها من الصالحات وبنت الإمام طلحة، وكانت موجودة مع الإمام الحسين في موقعة كربلاء. ويعني نسأل الله إن هو يعني يحشرنا مع أهل البيت، ويعني يغفر لنا ذنوبنا بحبنا لأهل البيت وتعظيمنا لأهل البيت. كل ما أسألكم عليه من أجر إلا المودة في القربة، احنا نتقرب إلى الله بحبنا لأهل البيت، ويعني ندخل في منافسة حب أهل البيت، نشوف مين فينا اللي بيحب أهل البيت أكتر، ونقول أشعار وقصايد في يعني في حب أهل البيت. اللي يعني نسأل الله إن هو يعني المرء مع من أحب، وجزاكم الله خير.